أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا شيخ: كيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصيام في بقية السنة وفي الأشهر؟ وهل كان الرسول يكثر من الصيام في شهر الله المحرم؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، يصوم من السنة حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، يكثر من الصيام ويكثر من الإفطار، ويكثر من صوم شهر شعبان، ويكثر من الصوم في شهر المحرم. فهناك أوقات يستحب صيامها، يتأكد صيامها، مثل شعبان، مثل شهر الله المحرم، مثل يوم الخميس وجمعة، 3 أيام من كل شهر، يوم عرفة في غير الحاج، 10 ذي الحجة، هذه يستحب صيامها. نعم.